السلام عليكم شباب، جد تسمعون هذا الصوت اللي جاي يصدر من الفان؟ هذا الصوت يعني طالع من الفان مال هاي اللابتوب، والفان بمشكلة. شنو الحل لهاي المشكلة؟ هذا الشيء اللي راح نعرفه بفيديو اليوم، خليكم متابعين. اول شيء خلينا نفكك الجهاز اخوان. بعد ما فككنا مجموعة التبريد اخوان، راح نفك هاي البراغي الخاصة بالفان. مثل ما تشوفون تفتح البراغي مال الفان وتستخرج الفان بهذا الشكل. طبعا راح تلقاها ملصوقة بلاصق. خلينا نفك هذا اللاصق. شوفوا وضعها الداخلي اخوان، المجموعة مال التبريد كلش وسخة، وهاي الفان العاطلة تلزمها بهذا الشكل من الطرفين وتنتزع الفان. حتى تحل المشكلة مال الصوت تفتح الفان بهذا الشكل. شنو راح تسوي لها؟ راح افهمك هسه. خليها على جنب. اول شي بالفرشة ننظف المجموعة مال التبريد. بالنسبة للفان راح يكون تسطيحها كالتالي. اول شي راح نجي طبعا ننظفها بالفرشة الاعتيادية، نروح منها الطوز والوساخة. هاي خطوة أولى. هسه نجي شو نسوي؟ بأي مي وزاهي وشوية كحول، خلطة طبعا خلوطة، أنا أخلطها هيك وأحضرها. شوف هذا مي، عبارة عن مي وزاهي وشوية كحول. كحول 10 أو 20%، البقية زاهي، مادة الزاهي العادية اللي ننظف بيها الليلة. يعني زاهي مال صحون او زاهي مال غسل اي مادة. شوف بهذا الشكل. ونخليه بتخليه بعلبة بخاخ. خليني اترسها قدامكم لان ما باقي عندي هواي. طبعا تجي تبخ على الماطور بهذا الشكل. وتنظفها بشكل جيد. والفان ايضا المروحة اللي نزعتها ايضا نتعامل معها بنفس الطريقة. انت شاكو وصاخة تروح من عندها. طبعا ماكو داعي للقلق، هذا ماطور صح ماطور، بس بما انه ما بي مصدر طاقة فما يتأثر بالمي. يعني هي المادة مي وزاهي وكحول مثل ما قلنا، المي والزاهي منظف. فندم تمام تشكر. المي طبعا هو المي مضر للالكترونيات، ولكن اذا ما كان بيها مصدر طاقة فما يضر شيء. طيب الخطوة اللي بعدها بالمنفاخ مال الهواء. بهذا المنفاخ مال الهواء تنفخه وتنظفه. طبعا ترجع تخلي شوية زاهي بهاي المنطقة. تاخذ كلينكس طويه بهذا الشكل، وهاي المنطقة تحشر بيها الكلينكس وتنظفها بشكل جيد. طبعا هنا اكو فد شي محشور بالفان، اذا تشوفون واضح عندكم. وهذا الشيء ايضا احرص انك تنظفه.
هسه عندنا مرحلة أخيرة، أنه ننشف الفان أنت إذا عندك الماكينة مال تنشيف الشعر، خلينا نشوف. اصبر، هنا نجيب أي جهاز مال تسخين على درجة 200، مثل ما تشوف درجة 200. وإذا أنت عندك مجفف مال الشعر، خذ مجفف الشعر بهاي الطريقة تنشفها بشكل جيد. بعد ما نشفت الفان بشكل جيد، ظل عندنا مرحلة أخيرة، وهي أنه ندهن أو ندهن الفان. نجيب دهن ماكينة اعتيادي، وناخذ عود مع تنظيف أسنان هذا الشكل، وبعود تنظيف الأسنان ناخذ دهن ونحطه بهذا الثقب لهنا. بعد ما خليت الدهن، ترجع الفان محلها بهذا الشكل. وأخيرا نرجع الفان بهذا الشكل محلها. بهذا الشكل اخوان تكونون انتو مرجعين الفان الى وضع المصنع، وحليتوا مشكلة الصوت مع الفان. حتى تأكد خليكم تابع للنهاية، خلي اجمع الجهاز واشوفك النتيجة النهائية. طبعا المعجون الحراري الخاص بالمعالج مثل ما تشوفون صاير عبارة عن حجر. طبعا من تنظف المعجون الحراري من طرف المعالج، كون حريص انك ما تطخ الكريستالة الخاصة بالمعالج. واذا انت تشوف انه المعجون متحجر وما تريد تستخدم آلة قوية مثل هاي، استخدم محلول مذيب مثل الثنر او الكحول حتى تذوب هذا المعجون اليابس. انا حاب طبعا الحركة اللي جاي اسويها واستخدم الملقط في عملية تنظيف، هي حركة خطأ جدا، ولكن المعالج قديم واللابتوب قديمة، حتى اذا المعالج خرب مني اقدر اعوضه. فللسهولة وحتى لا يطول عليكم الفيديو، جاي انظفه بهذه الطريقة. زين، نجيب معجون حراري جديد. بسم الله، تسمعون صوت الفان؟ رجعت الشركة. رجع صوت الفان إلى كأنما أنت مبدل فان جديدة، ما ظل نهائيا صوت غير صوت الهواء مال الفان الاعتيادي. وبس، هذا كل شيء اللي حبيت اوضحه بفيديو اليوم. اذا عجبكم الفيديو تنسون الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. كان وياكم سيف قدام من قناة قدام. في امان الاخوان.